مرحبا أصدقائنا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد. مرحبا أصدقائنا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، فلوق جديد، تحدي جديد. اليوم تحدي شنو؟ وينك تحدي؟ بعد خلص فيديو اليوم. فيديو يوم الأربعاء، طبعاً تعرفون أنتوا، إحنا كل أربعاء نسوي سمت، سوينا تحدي ويا متابعينا، وراح نشوف شو يصير إذا سوينا 40 أربعاء سمت. معيكم بوجهي، أكثركم جوز شفتوا الفيديو بقناتي، وسويت عملية رفع الجفون لعيوني، وكنت مضطرة إنه أسويها لأن هاي عيني اليمنى كان عندي هطول كلش قوي، حاولنا بالعلاج ما صارت، بعدين اضطرينا نسوي عملية والدكتور قال لازم 2 مو وحدة. الحمد لله والشكر. فبعدين نشوف النتائج احنا وياكم. اوكي، فاليوم جبنا سمك. اليوم السمك شوي، ذيك الاربعاء كانت سوينا مرقة سمك، اليوم شوي، بس هم قاصين السمكة بالمقلوبة. احنا تعرفون نقص السمكة من ظهرها حتطلع حلوة وكبيرة، هم قاصيها من بطنها، فاحنا خليناها على وضعها، نظفناها، وراح محمد يخليها بالفرن. اليوم راح نتعب محمد لان تعرفون انا شويه مريضه. وهنا انا جاي اسوي هاي الخلطه مال السمكه. شنو هاي الخلطه؟ معجون وبهارات. شو وقت تصير حمرة؟ ما تصير حمرة. هي حمرة بالشو تصير وحدها. اي بس اول مره لازم تحط ملح ولا مندوزي؟ ما لك علاقتي، انت اسوي لك الصافي وتدخلها بالفرن شويه وبعدين تحط لا مثل ذيك المره اسوي لك اياها. وقت ليك المرة تذكرين سويتها، وحتى المتابعين قالوا هاي حنة خليت عليها وش خليت؟ ما أتذكر. حتى قالوا الخلطة مال محمد السحرية. إيه ما أتذكر. وأهم شيء جبت لنا الفجل. ليك المرة قالوا فجل ماكو يوم الأربعاء، نسيت أنا أجيب، هسه اليوم محمد جاب لنا فجل وراح نشويها وسهمكم العافية. حابة أقول لكم هماتين انه قناتنا الاولى عبرت 150,000، يجوز من راح ينزل هذا الفيديو هي صايره 152,000. الحمد لله والشكر حبايب قلبي بفضل رب العالمين، ثم انتم اكيد وصلنا، وفضل الاصدقاء اللي دعموا القناه من كانت 30,000. طبعا دعموني الاصدقاء اللي عندهم ملايين المشاهدات، يعني مشاهداتهم توصل 52 مليون اكثر، اللي هم كلكم تعرفوهم اهل الغيره والشهامه ولد الجنوب، محمد الدرويش وسيل النجم والمغامر ابن العراق، هم ذول اول الناس دعموا قناتي وعبروها 50,000. فضل الله وفضل متابعيني وفضل شباب الجنوب صعدت قناتي. طبعا واكيد تعبنا وجهدنا، واحنا ابد يعني ذابين كل حيلنا ونشتغل صح ونتعب، واي واحد يتعب يحصد الثمار بعدين، مو صحيح محمد؟ طبعا تعب تلعب، العب العب تتعب، تعب تلعب. نفس الشيء، ماكم علاقه بالصوت البرا، هاي الروضه. اي هاي هنا الروضه، الجهال دي يصيحون. وهاي اليوم اني ما راحت للروضه لانه شويه قح عندها، قحه اسم الله على اطفالكم، وما يقبلون اذا الطفل عنده قحه شويه حراره هاي ما يقبلون يجي للروضه، لازم يبقى بالبيت. وآدم قام يعيط، خلى خلص حليمة، خلصت المما قام يعيط علينا. هاي سويت محمد، هاي شبي الدنيا غير اسوي لك اياها مال عشاير. والله العظيم ندلك لها شويه هيجي حتى ينزل هذا البهارات تنزل داخل الشقوق. يا بها شنو هاي الدلال؟ لا شعبالك دلال وابو دلال وام دلال وكلهم اسوي لك اياها. شنو اظل يوميه انا اسوي عمليه؟ شوي حب شوي لا يصير عليك هذا. اسوي يوميه عمليه انا؟ سوي عيني سوي حتى تدللني؟ دير بالك وشك. يلا زي خليناها بالفرن. ايش قد راح نخليها شيف؟ خليها على 150، ما اعرف ايش قد. لا خليها على 200 وبعدين ننزلها. يلا هاي خاطرك. اي بعدين شوي من نشوفها تستوي خليها على 150 حتى ما تيبس. صار خادم سهيل. خادم ربك. انا هم نسيت، لا انت من تتمرض انا مو واقف وياك. وما اقول لك يعني تعبتك. اي عادي هذا يعني واجب. عادي غير واجب مرة ورجال. اكيد. مو صحيح؟ يلا تتمرض وانا. بس اكو ناس يعني شوف شلون رد علي. اكو ناس مثلا عندهم هاي الشغلة، مثلا الرجال من يساعد المرة ما يصير، يعني بعض الناس يعني ما نقول كلهم.
او مثلا من يوقف ويا مرته او يطبخ له طبخه او يسوي له بس شغل. هو ليش يقولون شريك حياته؟ يعني غير يشاركه بكل شيء يعني. شي بكل شيء بالمرض وبالهم وبالحزن وبكل الايام. اي فكلمه انه انت هسه تقولي لي تعبتك وياي يعني ما يخالف كلمه تنقال ولا عارف. تنقال ولا كلمه تنقال ولا تنقال اذا بالشطه ما يخالف. اوكي 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 يلا 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 اشتغل لنا ما تعبت انت صارت يلا اي يلا مهم عندك العافيه الله يعافيك شكرا يلا طب هسه استوت السمكه وراح ناخذها ونفترسها السمكه هسه صارت سموكه اي يلا طلعها نظر الريحه تخبل الريحه مريحه هاي شنو هاي عمي شيف بس شويه محترقه ها عمي شيف اي هي شاطيه انا عم الشيف تعم الشيف اي خل اجيب وياك هذولا لا لا تعال قعد تعال لا لازم اجيب وياك الكرفس الكرفس هو هذا لو الفجل فجل اه حبي دنيا آه. دنيا حبي دنيا حبي شنو رايك ماسكه ايدها ها 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 دومي شنو رايك عاشت ايدك بس شويه محترقه ها عادي طيب بس هاي بس من فوق هذا المحترق شو اسمه خليته الزوزه الصلصه ما ادري ايش اسمها يلا بالعافيه يلا بالعافيه الله يعافيك يلا تعال يابا شنو هاي مسكتي سكتي هذا الطعام يخبل بعدين يلا هسه احكي الطعام ما اقول لكم يخبل واهم شيء الفجل طعمك قصر الاطلاع يا الله لكم تحدي هنا هذا ليمون نعصر عليها وقع الفجل مالته ها هاي فلست له هنا هاك بابا حامض الله يعافيك والعنبه مجنن خلي اعصر ليش بعد شنو هالدلال اليوم غير التمليضه شنو هاي الله راح اصير دبه يا ربي يا حصير دبه والسبه اتو من وراها السمك والفجل يا ربي مو انه سويش لفه بابا؟ اي بس ليمون خليت ليمون فوقها كذا اوكي لما تحبين السمك؟ اوكي طبعا بس حنوش ما راح ياكل سمك فلذلك جبنا له شو اسمه هذا؟ الخبز فوقه لحم؟ لحم بعجين لحم بعجين؟ وبعد شمس بعدها ما جتي احنا لازم ناكل انا ومحمد لان عندنا موعد مهم بس تجي شمس لازم احنا نطلع هي عقب بعدين تاكل هذا الموعد راح نفرح احنا وياكم به ورغم عيونهم مرمى بس لازم اروح للموعد جدا مهم وان شاء الله الله يسهل الامر رايحين عليه وهاي الاربعاء الثالثه لو الرابعه الثالثه هاي الاربعاء الثالثه اقعد بابا حبيبي ننتظر احنا وياكم ونشوف الاربعين الاربعاء ان شاء الله اقدر الله يوفقني واقدر اسويهن كلهن هي تقريبا صارت نص ونص ها صارت نعم نعم وينكم والله تقريبا صارت ان شاء الله تصير تسهل نعم ده تسهل لا حبيبي لا عيني نايم أدومي نايم ماما عم اكل يلا كملنا غدا يا حبايب ورايحين على الموعد قلنا لكم عليه كملنا غدا يعني تغدينا اي تغدينا وخلصنا يعني كنا ناكل اي هو اللي يتغدى يعني ياكل كان وجتي ششة مو دنيا؟ هم تغدت اي شنو؟ هاي شنية؟ لا خطولي عاوية ها؟ فرايحين لهذا الموعد طبعا يومي يتأجل هذا الموعد موتنا بلكت الله اليوم يكمل ونخلص اي والله اوكي؟ انا اخلص ان شاء الله ان شاء الله يا رب تستاهل زولو فايتا داعين ومتشرف Und da eine Unterschrift. Okay. So, das war's. Ja. Fertig. Und soweit das System geht, können wir die Finanzierung rechnen. Mhm. Dann rufe ich Sie an. Ja.
besprechen wir Finanzierung, wie viele Jahre, wie viel Anzahl und wie viel monatliche Rate. Ich denke, von 5 Jahren besser. Weil die kosten auch besser, also ja. Auch nur 5 Jahre besser. Okay. Ja, also von 4 Jahren ein bisschen. هسا مثل ما شفتوا أصدقائنا إحنا وقعنا على الأوراق بس ما راح نقول لكم شنو هاي الأوراق مو أبو سام طبعاً نشكر صديقنا وأخونا طبعاً هو من سوريا اليوم ساعدنا بالأوراق لأن هو عنده خبرة من قبل إنه مشتري هواي شغلات مننا ما راح نقول لكم ولا هم يمكن عرفوا شاف السيارة بس إن شاء الله خير مو شوي راح تتأخر راح يتحمسون ان شاء الله يعني بعد شهرين يمكن يلا تكمل الشغله ان شاء الله خير شكرا ابو سام شكرا جزيلا ابو سام اخونا والله طبعا اخونا ان شاء الله يسلمك يابا الموظف عليكم تدعمون حسابه راح اخلي لكم بالوصف حساب التيك توك حتى يسهل لنا امر المعامله مالتنا اوكي اعرف بكم ما راح تقصرون وكتبوا اسمي بالانجليزي لو بالالماني لان هو ما يعرف عربي اوكي يلا حبايب يابا اريدكم ما تقصرون ويا هذا الموظف حتى يمشي لنا المعامله اي واحد يعرف يكتب بالانجليزي لو بالالماني يكتب له احنا من طرف دنيا اوكي حتى معاملتنا لان هنا المعاملات تعرفون سنين يلا تخلص فاريدها بلكي تخلص بشهر بشهرين وثاني شغله حابه احكي عليها انه شفتوا ابو وسام ويانا فالإنسان يعني إيش قد ما أقول لكم عليه اللي هو إنسان محترم ومهذب وهو طبعاً عنده خير من الله أكثر ما تتوقعون عنده بس شنو هالروح الحلوة والتواضع الحلو يعني والله يعني شو أقول قليل بحق الرجال زين وكل الشعب ويانا بس شنو قلت له لمحمد محمد هسه كنا دا نحكي من سلمنا عليا وراح الرجال فقال من تشوف هيك شخص تحس انه الدنيا بخير طبعا هاي صحيحه الشغله بس انه انت من يلاقيك شخص هيك يعني محترم ومهذب وياك ويقدم لك مساعده بدون مقابل وبدون اي شيء اعرف نفسك انت خوش انسان وماشي صح وانت ماشي صح ما دام انت ماشي صح وانت يعني نيتك صافيه وبدون غشويه الناس الله راح يسلط لك هيك شخص ويجيبه بطريقك ويخليه يساعدك مثل ما انت سويت فيا احباب قلبي مثل ما تعمل تلاقي هاي احنا دائما نقولها وتاكدوا هسه انا قلت لك جرف قباله شط يلا بالعاميه هم كل جرف قباله شط اتاكدوا ما دام انت ماشي صح ويا الناس ونيتك صافيه وتساعد الناس بدون مقابل الله راح يجيب لك واحد هماتين شوفوا طبعا رب العالمين اذا يريد يرد لك الشيء ما يرده لك من نفس الشخص لا يجوز نفس الشخص ما راح يرده لك بالزين بالعكس يعابيك بالشين حشاكم بس يجيب لك غير شخص من غير عالم ويخليه يساعدك مثل ما انت ساعدت ذاك الشخص زين فعليه ما طول عليكم خاف دوختكم ودعمونا الموظف خل تخلص شغلتنا ونفرح ان شاء الله سويه احنا وياكم الانستغرام مال ابو وسام هم راح نخليه لكم والانستغرام مال ابو وسام هماتين اريدكم كلكم تروحون تفجروا له الانستغرام مالته لان صراحه صدق يستاهل وهسه راجعين للبيت وراح ننتظر على نار التليفون ننتظر تليفون يعني حتى تخلص ننتظر تليفون حتى نفرح احنا وياكم ان شاء الله شوفي سيارة جديدة؟ إيه؟ يلا روحي يلا بعد لي قدام يلا روحي وينها سيارتنا؟ ها؟ وينها؟ 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 هاي هاي سيارتنا مو جديدة؟ هي هاي هي هاي ما عندنا غيرها ها؟ ها شو ضجتي؟ ها؟ ما حباي ما تريديها؟ صدق؟ ليش؟ ها؟ ما أعرف ليش إنه هاي قديمة هاي قديمة ها إيه صدق إيه لا عش تريدين إنه الجديدة جديدة شوفي وسخة وسخة عادي وسخة نغسلها إنه ها إذا وسخة نغسلها ماكو مشكلة هسه نغسلها يلا لا تبكي يلا صح يلا هسه نغسلها وتصير جديده اوكي هسه اغسلها واسوي فيها جديده اوكي يلا انو سوينا بيك مقلب سوينا بيك مقلب ما عندنا سياره جديده ها لعدتي شلون الشبرين الحيه علي ها
يلا سويت بيك مقلب، اوكي؟ ها انو؟ انو؟ يابا انو ما تريد هاي السيارة، تقول هاي السيارة قديمة ووسخة، شايفين بالله؟ تقول اريد سيارة جديدة، قلت له عمي هسه نغسلها ونسويها جديدة، بس انا هسه سويت بيها مقلب لان هي شمرة الحية علي، اوكي انو؟ اوكي؟ هسه يابا رايحين لعمتي اوكي ونشوف بعد شنو راح نسوي طريقنا فلافل هم ماخذين لها شغلات ويانا زين بس ما نقول لكم شنو الشغلات نغسل السياره ها نغسل السياره نغسل السياره اول إيه؟ لا اول نروح البيبي وبعدين نغسل السياره اوكي حبابه انه نروح البيبي اول وبعدين نرجع نغسل السياره ما يخالف تقبلين لا يو ما تقبل معيب ما تقبل انه تقول اول السيارة لا انه اول نروح البيبي وبعدين من نرجع نغسل السيارة دللي فلافل اوكي هذا شو اسمه سمك سمك شنو نوعه شنو نوع السمك كاريبي شنو يعني كاريبي يعني كارفان بالألماني دنيا انت والله عيب عليك اي والله ها بيتنا مو انا اشتغل؟ ايه مسوي عملية وما اخليك تشتغلين؟ ايه ليش وجيت هنا تغسلين المواعين؟ نعم هم عيب علي اخليك تشتغل قدام عمتي صدق؟ يعني تسوي واجب وحدة؟ مصالح عمي مصالح لا لا هاي واجباتنا الشرعية والله؟ ما الله والديك الله يكثر منا مثالك شكرا صدق أصدقائنا رجعنا للبيت طبعا سويت شاي مع الأعشاب حتى أشرب وجوعانة هماتين شوية راح أكل من هذا الخبز صورته لكم بالتيك توك ما أعرف إذا شفتوه هذا مكتوب عليه هاي دودي ليش تجون حبيبي تعال يلا حبيبي لا لا دودي بي دودي بي بي لا لا مامين طبعا كالعاده نسيت موبايلي بالسياره محمد راح جابه شكرا هم شكرا هم شكرا فعليها اصدقائنا رجعنا لبيتنا قلت لكم سويت شاي مال اعشاب طبعا هذا اشتريته رجعنا لبيتنا ولبيتنا رجعنا هي نفس الشيء رجعنا لبيتنا مو الالمان ما يقولون هيك لبيتنا وجبت هذا الخبز مثل ما قلت لكم مكتوب عليه اونا ميل اونا هفه هذا خبز الحبوب يصير فهو هذا داخل بالكيتو اذا تريدون تاكلون من عنده عادي بالليل الصبح ماكو مشكله الظهر نهائيا ما يصير خبز هي وجبه صحيه لازم بيها قطعه لحم وينتهي الموضوع فهسه راح اخلي شويه ويا الزبد وياها لو زبد لو جبن ويا هذا الشاي وانتهى الموضوع والجبن يا ربي وهسه نقعد نرتب اوراقنا شنو سوينا اليوم شنو عندنا لازم نسوي باكر نرتب مواعيدنا وكل شيء نحضر ونقول لكم لهنا انتهى الفيديو اصدقائنا واني اسفه على هذا المنظر بس ما اقدر انقطع عنكم وعن الفيديوهات اتمنى من عندكم اصدقائنا ما تنسون اللايك للفيديو والاشتراك في القناه اذا ما مشتركين وتفعيل الجرس على ميزه الكل حتى يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات مع السلامه تصبحون على خير اذا كان ليل عندكم باي باي انتظرونا فيديو جديد